يا نبض الأزهر قم فينا وشوف الدنيا نسرينا جنعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا أسرتنا حب وعطاء تسري بالخير وتسرينا أسرتنا نبض بإخاء تجمعنا حب إينشتاين بار فيروس. إينشتاين بار فيروس مهم جدا 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 بعد استعراضه لازم تفوكس قوي. بيتسلم الامتحانات بشكل فريكونت فوق الوصف. بيتسلم في الهجرة بالخرجاء قوي. ما ينفعش تشيل حاجة من غيره. إينشتاين بار والسايتوميجانو. ما ينفعش. السايتوميجانو فيروس اللي بعده. لأنه في الغالب واحد منهم بيتسلم. لو سمحت تكون كويس. طب ايه اهميه الفيروس ده؟ بصوا شباب عشان ما ننساش الفيروس ده هو اسمه ايه؟ زي ما احنا شايفين كده اسمه إينشتاين بار فيروس صح؟ ايه حكايه البيولوجيا الضخمه دي؟ إينشتاين بار فيروس إينشتاين بار ده اسم الناس اللي اكتشفته بتسمي على اسمه ما ايه كانت البي الضخمه اللي احنا عاملين بي كبيره كده؟ لانه صاحبنا ده بمنتهى البساطه التارجت سيل بتاعه اللي بيروح يعمل لها انفكشن هي البي لينفوسايت. يبقى التارجت سيل بتاعته هي مين يا شباب؟ البي لينفوسايت. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه في البي كمان انه صاحبنا ده بيعمل برضه ليتنسي في البي لينفوسايت. يعني بيستخبى فين في البي لينفوسايت؟ حلو الكلام؟ يبقى ادي حاجتين البي انفولفد فيهم. الحاجه الثالثه انه صاحبنا ده هيعتبر واحد من الاونكوجينيك فيروسز. ايه ده يعني الفيروس ده ممكن يعمل كانسر؟ ما هو كلام لوجيك يا دكتور. هو دي ان ايه فيروس. حلو؟ فلما يروح يستخبى جوه خليه زي البي لينفوسايت الدي ان ايه بتاعه ممكن يلحم مع الدي ان ايه بتاعها. وهو عنده اونكوجينز جينات تحولها لخليه سرطانيه فيحصل نوع من الكانسر بيجي في البي لينفوسايتس يعني في الليمفويد سيلز بتاعتنا ما هي البي لينفوسايتس دي بتبقى في الليمف نودز صح او في السبلين في الليمفويد تيشو اسمها بيركتس ليمفوما ادي حرف البي كمان يبقى بيركتس ليمفوما او حاجه اسمها نيزوفارينجيال كارسينوما بيركتس ليمفوما او نيزوفارينجيال كارسينوما نيزوفارينجيال يعني في المنطقه بتاعت النيزوفارينكس في المنطقه الاصابه اللحميه مكان اللحميه كده هو اللحميه دي ليمفويد تيشو زيها زي التونسل زيها زي اي ليمفويد تيشو فمكانها ايه في الكانسر اسمه نيزوفارينجيال ايه كارسينوما كتير شباب يبقى بيركتس بتبدا بحرف البي اهي كمان وما ننساش ان هو اونكوجينيك فايروس على فكره قبل ما اكمل ساعات بنعتبر هيب سيمبلكس تايب 2 اللي بيجي في الجنتاليا انه اونكوجينيك ساعات لانه برضه ممكن بس مش كتير ممكن يعمل كانسر سيرفكس يبقى تاني عشان بس يعني نرجع لها كده هيب سيمبلكس تايب 2 اللي بيجي في الجنتاليا ممكن يعمل كمان كانسر سيرفكس بنفس الفكره هو دي ان ايه فيروس صح؟ طيب نرجع لموضوعنا اللي بنتكلم في إينشتاين بار فيروس اتفقنا ان انا ما بحبش بقول تاني عملناش اهو ده ان الإينشتاين بار فيروس تاني يا شباب التارجت سيل بتاعته البي لينفوسايت الليتنسي بيعملها فين؟ في البي لينفوسايت ولا تنسى ان الاونكوجينيك فيروس يعمل برضه حاجه بتبدا بحرف البي بيركتس ليمفوما وليزوفارينجيال كارسينوما خلاص؟ طيب هو ايه الديزيز اللي بيعملها لي؟ يعني لما واحد طبيعي غير الكانسر يجي له الإينشتاين بار فيروس يجي له ايه الاعراض؟ اول حاجه ولا حاجه احنا اتفقنا ان كل العيله دي كلها ممكن يجوا اسيمبتوماتيك مش خدتوا بالكم يا جماعه قلت لكم بس سيمبلكس 1 و 2 وقعدنا نعد العيله وقلنا كلهم ممكن يجوا ايه؟ اسيمبتوماتيك انا باكد القصه دي ليه؟ عشان لما يجي لك عيان عنده نيزو فرينجر كارسينوما وعمره ما جاله الاعراض الثانيه ما تستغربش ما هو كان جاله اسيمبتوماتيك ودخل وعمل ليتنسي فين؟ تاني حاجه او الديزيز الثاني اللي ممكن يعمله لي صاحبنا يعمل لي حاجه اسمها infectious mononucleosis تاني كده اسمها ايه؟ infectious mononucleosis
إن بيتروس مونو نيوكليوزس. ليها اسم تاني على فكرة، اسمها التاني جلانديولار فيفر، حمى الغدد. يعني ايه حمى الغدد؟ يعني عادة هيبقى عنده حركة بس جدا، رقم واحد تبدا تكسر شويه سيروسترول. ايه ده؟ سيروسترول مش عارف ايه ده؟ هو ده بقى اللي فكره اهو شويه سيروسترول. وبعدين الفيروس يبدا ينتشر، هو التارجت سيل بتاعته البي ليمفوسايت، هيخش البي ليمفوسايت في كل الليمف نودز، فتلاقي عيان ده عنده كل الليمف نودز بقت اللارج، بقى عنده جنراليزد ليمفادينوباثي. على فكره الصوره دي تخض جدا، المنظر ده لما عيان يجي لك عنده شوية فيبر ما عنده جنراليز ليمفادينوباثي، دي صورة تخض. ليه؟ العيانين الأشهر اللي دايما الليمف نودز كلها بتاعتهم تكبر العيانين بتوع الليمفوما. تخيل الليمفوما 17 سنة عندهم جنراليز ليمفادينوباثي نودز في كل حتة، ده كان أول ألارم بالنسبة لي اللي دور عليه. كمان العيان بتاع الإيدز في مرحلة من المراحل ممكن يبقى عنده جنراليز ليمفادينوباثي. يعني مصيبتين كبار شبه الانفكشوس مونيوكليوزس. بالاضافه لايه تاني؟ انه اعراض بقى زي الفلو لايك سيمبتومز، يعني تكسير في الجسم اللي هي الفيبر والهيدك والماليز، كل الحاجات دي كلها من اعراض الانفكشوس مونيوكليوزس. تاني بسرعه ليمون كده يا دكتور، يبقى العيان عندي هيبقى عنده جنراليز ليمفادينوباثي، ممكن يبقى عنده سورس روت، ممكن يبقى فيه راش في الجسم كله، كمان بيبقى العيان عنده الاعراض بتاعت الانفلونزا الفلو لايك سيمبتومز، زي ان هو عنده ايه بقى؟ فاهم فيبر والهيدك والماليز والانوريكسيا، كل الحاجات دي كلها بتبقى عنده. دي اعراض الانفكشوس مونيوكليوزس. وبعدين سيلف ليمتنج، سيلف ليمتنج ديزيز بسيط خالص، ما في اي مشكله خالص. طيب السؤال بس استنى دكتور، هو ايه المود اوف ترانسميشن؟ يعني ازاي الواحد يجي له انفكشن مونيوكليوز، او من الاخر كده ازاي الفيروس ده يخش جوه الجسم؟ ها؟ كونتاكت؟ لا بصوا شباب بقى، الفيروس ده موجود في السلايفا، الفيروس ده بيبقى اكسكريتد في السلايفا، عشان كده بنسميه كيسنج ديزيز ولا بواسطه. خلاص؟ يبقى اسمه كيسنج ديزيز. يعني من الاخر كده كل واحد وادبه. لو انت مقضيها كده مش تايم بار فيروس انفكشوس مونيوكليوزس، لو غلطت شويه اتش اي في على طول. هو ده كل واحد وادبه. خلاص؟ طيب. اعراض الانفكشن مونيوكليوزس
الجزء كلها كويس. وادي مصدر بيلتس من فوق عشان تتفاجئ. بيلتس من فوق هو مش في نوتس في المنطقه دي التيوبر اللي انت شايفينه متطور منها ده بيلتس من فوق برضه بس عشان ما تنسوش قصه بيلتس من فوق مشهور قوي ان بيلتس من فوق بيجي اكتر في النيكروس خلاص. المهم يعني ايه حاجة اللاب ديكنوزيس؟ اللاب ديكنوزيس بتاعت الابشتان باربار سماعة مهمة جدا 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 جدا. هذا القصة بتاعت الاشتان نينجر كارسينوما ده ادلت وجاي له بقى في الاشتان باركس منطقة بتاعت العميدة تيومر من اسخف انواع التيومرز اللي بنشوف حالا. عوف بالله عوف بالله فعلا. طيب احنا قلنا هو ايه اللي جاي الابشتان باربار عشان هو التارجت سيل بي اف 5 الليتنس في بي اف 5 اونكوجينيك يعني تبدا حرف البي بقى اسمها بيركت لفوق او ليزمانجر كارسينوما. امال ايه كانت الدياجنوزز دي؟ هتلاقي حاجه برضه بتبدا بحرف البي بس تعالى نركز الدياجنوزز قدامنا لانه اللاب دياجنوزز بتاعت الانتشيوس مونيوكيوزز او الديزيزز اللي بتحصل من الشتاين بار فايروس مختلف شويه عن السكيما العاديه بتاعتنا. احنا السكيما العاديه بتاعتنا خدنا السبيس بنعمل باي انتوستيشن اوف فايروس كالتيفيشن وسرعه صح. هنا بقى الوضع مختلف. اول حاجه هنعملها هنعمل سي بي سي. سي سي مش معناته فلول لا سي سي يعني صوره دم كامله اللي هي كومبليت بلاد كاونت او بلاد بيكتشر خلاص. ايه معتقدين انها مرات الفلول اللي هي غير بس ايه فيها ضريبه بتجيب الشيخ باسم يوسف عشان اخش في السياسه. الله عليك يا شيخ عندنا السياسه في الاهليه بينها في طيب فسي بي سي اللي هي كومبليت بلاد كاونت او بلاد بيكتشر دي مهمة جدا بالنسبة لي. دي أول حاجة بتبدأ يتوصل الشباب ودي جديدة بالنسبة لي عن السكيما العادية. إيه اللي بيحصل؟ هو بيعتني كرات الدم فيه. سيبك من الحمرا مش عايزها، أنا عايز أشوف كرات الدم البيضاء، بنتكلم في بي ليمفوسايت. فهلاقي للأسف الشديد العيان بيبقى عنده ليمفوسايتوزز. يعني إيه يعني ليمفوسايتس كتير أوي. بس أنا خلي بالك ده تقدر تشيل في ست كل ليمفوما بالظبط. هو العيان اللي عنده ليمفوما اما بعمل السي بي سي هلاقي عنده ليمفوسايتس عندها كبير جدا صح؟ بس انت بقى انت بتحمد ربنا طبعا احمد في كل حال بس تتنفس الصعباء زي ما بيقول تطمن ان العيان ده مش ليمفوما. اما تلاقي في الريبورت بتاع المعمل كلمه اتيبيكال ليمفوما اي ليمفوسايتوزيس اتيبيكال ليمفوسايتوزيس. خلي بالك لو كانت من غير الايه؟ تكنيكال ليمفوسايتوزس بقت ليمفوما. مش فاهم. هي هنا في حاله الفيكشوس مونيتوس اسمها اتكنيكال. يعني ايه يا شباب؟ هي ليمفوسايتوزس يعني ليمفوسايتس كتيره 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 صح؟ طيب تكنيكال يعني كلهم نفس الشكل. وده بص بيحصل في الكانسر. الخليه عماله تتكسر لانها مجنونه. عماله تطلع 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 خلاص. فيبقى كلهم تكنيكال ليمفوسايتوزس. مش ده الشكل اللي بيتشاف في صورة الدم بتاع العيان ده. امال لا ده بيبقوا اتيبيكال واحده كده واحده كده واحده كده واحده كده واحده كده. وده يطمن لانه في الغالب اللي بيحصل ايه؟ نتيجه الفيرال انفكشن البي ليمفوسايتس انفكتد. ففي منهم انفكتد ومنهم سلام. في منهم لسه بيطلعوا جداد ومنهم بيضربوا بسرعه بالتي سايتوتوكسيك قبل ما يكبروا. وعشان كده الخلايا مش هتبقى تيبيكال في الشكل. فساعتها تطمن وتحمد ربنا الحمد لله رب العالمين. دي انفكشوس مون نيوكليوزس ما هياش ليمفوما. بس مش بالرقم ده. وبعدين انا ما قلتش ليوكوسايتوزس. انا قلت ليمفوسايتوزس. لا ركز واحده واحده الكلام ده مهم جدا. ليمفوسايتوزس يعني الليمفوسايتس بس. هي الليمفوسايتس اللي هي مين ومين؟ البي او تي ومين كمان؟ والناتشرال كيلرز. هم دول الليمفوسايتس. انما ليوكوسايتوزس يعني العيله كلها بقى بروفيشنال مونوسايتس وصلت. يبقى دي الفرق الكبير خلاص. خلي بالك ولما اقول ليمفوسايتوزس حاجه والنيوتروفيليا حاجه ثانيه. في الغالب في البكتيريا الانفكشنز هتلاقي دايما النيوتروفيلز كتيره. في الفيرال انفكشن هتلاقي دايما الليمفوسايتس كتير خلاص. والكلام ده المفروض نبقى عارفينه من الاميونيتي شويه تمام؟ بس نرجع لموضوعنا يبقى دي أول نقطة خليني أحمد ربنا أو أول نقطة في اللاب دايجنوزيس. تاني نقطة عادي بقى تعمل كالتيفيشن بس خلي بالك الكالتيفيشن للفيروس ده مالوش سيجنفيكانس أوي بيستهلك وقت كتير ومش بيطلع لي مش الريزلتس القوية.
هو اللي انا عايزه. نفس القصه اللي بتقول المشروبه وشبه الباقيين، تمام. لكن اهم نقطه كمان لازم تعلق عليها بقى هي السيرولوجي، دي اهم نقطه في الدايجنوستيك في الانفكشوس مونيتورنج. ليه يا جماعه هندور على الانتي بوديز؟ بتدور على الانتي بوديز باستخدام انتيجين. لا استنى بقى، في الدايجنوستيك اللي بيشتغل بقى فايروس عندنا نوعين من الانتي بوديز بندور عليهم. عندنا نوعين من الانتي بوديز يا شباب هندور عليهم. نوع هنستخدم فيه سبيسيفيك انتيجين، يعني هنستخدم اللي بيشتغل بار فيروس شخصيا ندور بيه على الانتي بوديز، ونوع تاني تنطبق عليه هيتيروفيل انتي بوديز، لاني بجيب هيتيروفيل انتيجين عشان اعمل دايجنوستكس. يعني ايه بقى حته هيتيروفيل انتيجين دي بالهداوة؟ ان ده ممكن يجي سؤال وقت الامتحان في الكوميونتي، ممكن يجي لك يقول لك انا فاكر انا جالي سؤال لسه في سنه ثالثه، جالي قال لي جيب انا كاونت اب هيتيروفيل انتيجين. وكان الورق ايام ما كانش فيه كتب، كان كل اللي احنا قرناه ساعتها حاجه اسمها هيتيروفيل انتي بودي. يعني ايه؟ يعني لو ما خدنا انتي بودي بس ما خدناش انتيجين، هو بالعقل والمنطق هو اكيد الانتيجين ده هو اللي بيعمل استيميليشن للهيتيروفيل انتي بودي. خلاص ايه بقى يعني مش فاهم يعني ايه حكايه هيتيروفيل انتيجين وهيتيروفيل انتي بودي ديت؟ مش فاهم طب تعرفها ازاي؟ طب تعالى نشوفها كده مع بعضين. احنا لو قلنا الراجل ده تعالى اسمك ايه؟ محمد. قلنا الراجل اللي قاعد على الكرسي ده تعالى صحصح معايا. لا ادي محمد وادي طارق. ايه الحاجه المشتركه بين محمد وطارق؟ صح. يعني لو فرضنا ان محمد ده بكتيريا وطارق ده بكتيريا، يبقى في حاجه كومن ما بينهم شبه بعض فيها اللي هي النضاره. لو انا النهارده مثلا مش طايق طارق، خلاص؟ فرحت قايل ايه؟ خلاص ما انا احكي كده. فرحت جايب واحد تمام؟ زي اي دكتور قايل لك بعد اذنك تعالى في واحد خفيف انا مش طايق اسمه طارق. النهارده ما اعرفه ازاي، انا هساله على اسمه هقول له هتلاقيه داخل كده ولابس نظاره. حلو؟ استنى على الباب لو سمحت اول ما اخش روح ايه؟ مديله العلقه المتينه. وفريمليس. حلو الكلام؟ لكن حظ ونصيب مين جه الاول؟ محمد. يبقى مين هياخد علقه من نظارك؟ محمد. اشمعنى؟ بالظبط لابس نفس النظاره. في بينهم كومن انتيجين، هو ده الهيتيروفيل انتيجين. الهيتيروفيل انتيجين ده كومن بين حاجتين، انتيجين موجود في تو حاجتين، واحد بقى هما ايه؟ يعني اورجانيزم او غيره. عشان كده الانتي بودي اللي ينفع يكون ضد ده ينفع برضه يضرب ده. بنستغل القصه دي في كذا حاجه. بنستغلها ان احنا نفهم الباثولوجي بتاع ديزيزز زي القصه بتاعت الروماتيك فيبر. ما هو ده اللي حصل في الروماتيك فيبر، ان انا عندي ام بروتين في الكونكت تيشو سايز كان في الهارت او الجوينتس، صح؟ كانت ستريبت ولا ستاف؟ ستريبت باي جينز تحديدا جروب ايه تحديدا كان عندها ام بروتين بره على السيرفس بتاعها. فالانتي بودز اللي اتكونت ضد الام بروتين بتاع الستريبت هتضرب الام بروتين بتاعها شخصيا. اهو ده اكزامبل اللي بتيجي فيه الانتي بودي او اللي بتيجي فيه الانتيجين، صح؟ الاكزامبل الثاني هنا بقى ازاي؟ اني ممكن ادور على الانتي بودز اللي اتكونت ضد اللي بيشتغل بار، يا ابن اني اجيب اللي بيشتغل بار شخصيا طارق نفسه، او اني اجيب قرين حد شبهه دوبلير. يعني مثلا في فيلم من الافلام احمد السقا مثلا هينط من فوق جبل او هيقدر يعمل حادثه العربيه، تمام؟ فهنضحي باحمد السقا؟ لا، بطل ابطال الامه ما ينفعش، لازم تجيب واحد ايه؟ دوبلير مكان واحد تاني بديل، يروح لاسق له الشبه الحسنه السوداء اللي هنا دي وخلاص هو كده احمد السقا ويعمل الايه؟ المشهد مكانه. احمد السقا لو عمل المشهد هيكلمنا كتير قوي، هيدفعوه مثلا 5 6 مليون، انما اللي جه مكانه ده هو اخر وجبه مؤمن ب 50 مليون دي هيبقى مرضي زي الفل، صح؟ هي نفس القصه بالظبط. عشان كده هو ده الفرق ما بين ان انا اجيب الفيروس اتسلف او اجيب بديل. احنا هنا يا شباب البديل هو الشيب ار بي سيزز، كرات الدم الحمراء بتاعتك اللي فيها تتغلب عليها نفس الانتيجين بتاع الـ H9N1 فايروس. فانا ممكن استخدمها كبديل ادور على الانتي بودز اللي اتكونت ضد الـ H9N1. وصلت كده؟ وعشان كده التست ده هيبقى ارخص بكتير، مش اكتر من دم الغنم، مش اكتر من غنم ولا واصل، تمام؟ خلاص؟
صوتي. لا سياسة لا. طيب ومين هنا رجل الفرد حوالي؟ هو في حد خيرا يرضاه ويجزينا.